c'est Julius. Un anglophone, mais je me bats en français. مباراة الجزائر والكاميرون مباراة مؤهلة. ونحن الكاميرونيون والجزائريون إخوة. بالنسبة للمباراة فالمنتخب الكاميروني مر بأوقات صعبة مؤخرا، ولكن اللقاء تحدي بالنسبة لنا. ولكن يبقى الجزائريون إخوتنا وأصدقاؤنا. بالنسبة لمباراة الجزائر والكاميرون، فالبلدين يعتبران بلد كرة القدم. لكن تبقى الأفضلية للمنتخب الجزائري لأنه يستقبل على أرضه. مباراة الجزائر والكاميرون مهمة للغاية لأننا سنلعب في الجزائر. رغم أهمية المباراة إلا أنها تبقى فرصة للتصالح بين الشعبين شقيقين وصديقين.